بكرة هتنعقد القمة العربية الطارئة اللي بتستضيفها الرياض عشان توصل أو محاولة توصل لموقف عربي موحد ضد التصعيد الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اللي بيعاني من قصف متواصل واستهداف المدنيين في القطاع. بالتأكيد جميلة، الموقف المصري موقف ثابت، ومصر لها دور كبير في هذه القمة باعتبارها حاضنة للقضية الفلسطينية، وباعتبار القضية الفلسطينية هي قضية القضايا المركزية للدولة المصرية، اتصالات وتحركات مكثفة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين. خلونا نتعرف مع حضراتكم في الفقرة دي عن قمة الرياض الطارئة اللي هتنعقد غدا والدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية. معنا في الاستوديو سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، اهلا بحضرتك بالساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. صباح الخير. قمه بتنعقد في وقت شديد الاهميه، توقعات حضرتك لهذه القمه ومخرجات هذه القمه، قمه الرياض غدا. طبعا هذه القمه نعتقد يعني تنعقد في توقيت في غايه الاهميه في ظل التطورات اللي بتشهدها قطاع غزه، وليس فقط قطاع غزه في الواقع وانما ايضا الضفه الغربيه. القمة في واقع الأمر في تقديري الشخصي ربما يكون هناك رؤية يتم التوافق عليها من جانب الدول العربية، خاصة وأننا قد جاء بناء على طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وأود أن أشير هنا إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن أمير دولة قطر بيزور القاهرة الآن، وهناك حديث عن وجود هنية وخالد مشعل معه، وهذا أمر له دلالة هامة فيما يتعلق بالحديث عن للأسف الشديد ما يقال عن مستقبل غزة بعد هذه الأحداث. وهذا الأمر أعتقد في تقديري الشخصي يجب أن يكون محل بحث، لأن الحديث عن مستقبل غزة بعد هذه الأحداث أو التطورات يعني أن هناك شيئا ما سيتم تغييره في غزة، وهذا أمر في تقديري يجب أن يكون مرفوضا رفضا تاما، باعتبار أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين التي من المنتظر أن يتم إنشائها ونتوقع إنشائها في إطار حل الدولتين. فيما يتعلق بالقمة، أنا أعتقد برضو هذه الزيارة الخاصة من جانب أمير دولة قطر ومعه هنية وحماس، هنية وخالد مشعل، ربما له صلة بعملية تصفية الخلافات ما بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، وانتفاء صفة الإرهاب عن حماس، باعتبار أن ما تم في هذه المرحلة من جانب حماس هو رد فعل على التطورات التي شهدتها الضفة الغربية على مدى عقود، وكان آخرها الاعتداء أو الانتهاكات التي حدثت الأماكن المقدسة وخاصة المسجد الأقصى، والتسمية اسمها تسمية طوفان الأقصى. فإذا العملية ليست مرتبطة بالإرهاب، وإنما مرتبطة بمقاومة مشروعة ضد دولة الاحتلال. وبالتالي الحديث أيضا عن الدفاع عن النفس كما تحدثت إسرائيل وكما تحدث الغرب عموما وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، هو برضو حديث ليس سليما، لأن الدفاع عن النفس في حالة إسرائيل ووجود دولة احتلال هذا أمر غير وارد. دولة الاحتلال ليس لها حق في الدفاع عن النفس في موجات مقاومة مشروعة. أعتقد هذه المفاهيم ستكون في القمة حتى يكون هناك رؤية أعتقد تتسق تماما مع رؤية مصر فيما عقدته أثناء مؤتمر القمة الإقليمي والدولي للسلام. القاهرة للسلام. وهذه القمة التي عقدت في القاهرة كان هناك رؤية شاملة لما يجري وتصور لخريطة طريق يمكن أن ينتهي تنهي هذا النزاع. كانت بتقوم أساسا على وقف إطلاق النار أولا، وفتح الممرات الإنسانية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل دائم ومنتظم. وفي نفس الوقت يمكن في هذه القمة العربية الآن يطرح حل مشكلة الأسرى ومشكلة الرهائن في هذا الإطار، ثم بعد ذلك نتحدث عن المسار السياسي الخاص بإقامة دولتين، بإقامة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية. ثم أيضا أعتقد سيضاف في هذه القمة بند آخر يتعلق بإعادة البناء
والإعمار. المطلوب حقيقة في هذه القمة على ضوء ما ذكرته هو موقف عربي واحد، موقف عربي موحد قوي يتم فيه طرح هذه الرؤية، وأن هناك بالضرورة تكون هناك أوراق ضغط من جانب الدول العربية ممكن الحديث عنها أيضا، وهذه الأوراق ليست فقط من الجانب العربي وإنما سيكون هناك يعني أوراق ضغط أخرى على المستوى الإقليمي والدولي. بكل تأكيد يعني الحقيقة مع تصاعد القصف على قطاع غزة ثم بدء الاجتياح أو التوغل البري، يعني حتى المصطلحات حتى الآن هم الكيان الإسرائيلي متذبذب حولها، ولكن أيا كان إن كان توغل أو اجتياح بري هناك أمور كثيرة يعني على المحك. برأي حضرتك هذه القمة الطارئة، القمة العربية الطارئة التي ستقام غدا في العاصمة السعودية الرياض، إيه المختلف اللي ممكن تقدمه؟ هل يمكن أن نرى أوراق ضغط يتم وضعها على الطاولة؟ ما المختلف الذي يمكن أن تقدمه هذه القمة؟ طبعا العلاقات أعتقد أن أوراق الضغط ممكن أن تكون أولا على المستوى العربي، هناك أوراق ضغط هو الموقف العربي الموحد الذي يقوم على أن ما قامت به إسرائيل ليس دفاعا عن النفس، وإنما تجاوزت حتى حق الدفاع عن النفس ووصلت به إلى حد العقاب الجماعي وأيضا الإبادة الجماعية. الحديث عن التهجير القسري والنزوح القسري هذه أمور تم وأدها في واقع الأمر من جانب مصر بصفة خاصة والأردن ومنظمة التحرير الفلسطيني. إذن هذا أحد الأمور، أننا بتحض ما يقال عن الدفاع الشرعي لأن ما حدث حتى الآن ليس بدفاع شرعي، وما كما أشرت أن هناك أن إسرائيل دولة احتلال ودولة الاحتلال ليس لها حق الدفاع الشرعي في مواجهة مقاومة مشروعة. النقطة الثانية أيضا هي أن الدول العربية التي قامت بالتطبيع مؤخرا مع إسرائيل يمكنها أن تتخذ موقفا تجاه هذا التطبيع، وأيضا في إطار أيضا تضامن عربي مع الدول التي لها علاقات مع إسرائيل من قبل، وأيضا يمكن في هذا الصدد أن يكون هناك تعاون من بعض الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية فيما يتعلق بموقفها من العلاقات مع إسرائيل، مثل دول قطعت علاقات في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال ودول استدعت السفراء. كل هذه أمور يمكن أن تكون أوراق ضغط. نقطة أخرى، هناك استناد لقرارات الأمم المتحدة خاصة الجمعية العامة عندما تحدثت عن الأوضاع وتطوراتها في غزة، وكان هناك من الواضح يعني موقف ضد إسرائيل بشكل علني، وهناك تصريحات من جانب سكرتير عام الأمم المتحدة قوية في هذا الصدد. أيضا ممكن أن يكون هناك ضغوط أكثر من ذلك من خلال الرأي العام الإقليمي والدولي. نحن نشهد مظاهرات تجتاح كثير من دول العالم سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، بل أيضا داخل إسرائيل، بل وأيضا داخل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تتعاون مع الولايات المتحدة في تواطؤها مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد كل هذه الأمور أوراق ضغط، ويمكن النظر في تصعيد هذا الأمر أيضا إذا لم يكن هناك استجابة من جانب إسرائيل إلى حد أن يكون هناك موقف فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والضغوط الاقتصادية التي يمكن أن تمارس في هذا الصدد. لكن كل ما أود أن أشير إليه في هذا الإطار هو أن يكون هناك موقفا عربيا قويا وموحدا، لأن الحقيقة هو بصراحة شديدة هناك مواقف لبعض الدول العربية لا تقف على النحو المنشود والمطلوب في مثل هذه الظروف. طب سعادة السفير، أهمية أن يكون هناك صوت عربي واحد وتكتل عربي واحد مهم جدا، يعني عالميا أو دوليا العالم يتابع أيضا ما هو الموقف العربي وكيف سيتضامن مع القضية الفلسطينية. هناك دائما حديث عن فتح أفاق لحلول سياسية، لأنه القضية بشكل أساسي ترتكز على فكرة حل الدولتين. إلى أي مدى يمكن التأكيد على هذا الحل، حل الدولتين في هذه القمة، وخصوصا أنه في تاريخ القمم العربية هناك مبادرة السلام العربية، يعني هناك مبادرة تبنتها كل القمم العربية السابقة، التركيز على الجوهر الصراع وهو حل الدولتين، كيف يمكن تقديم هذه الرسالة من خلال قمة الرياض غدا؟ كما أشرت في حديثي أن هناك رؤية مصرية أعتقد هي التي ستكون محل نظر، وأعتقد ستكون محل توافق إن لم يكن موافقة وليست مجرد توافق.
عليها. هذه الرؤية أو هذه الخريطة الطريق كما أشرت كانت في مؤتمر القمة الإقليمي والدولي للسلام الذي دعت إليه القاهرة، وله أربع محاور. محور يتعلق بوقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، تسوية المشاكل الخاصة بالرهائن وخلافه، ثم محور يتعلق بحل الدولتين. وربما يضاف في هذه القمة موضوع إعادة الإعمار والبناء. إذن حل الدولتين أعتقد يعني هناك تقريبا إجماع إقليمي ودولي سواء من الدول العربية أو غير العربية بما فيها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المتضامنة معها في هذا الأمر. فحل الدولتين لا خلاف عليه، ولكن هناك بالقطع مخططات نحن نلمسها في محاولة من جانب إسرائيل بصفة خاصة، سواء فيما قامت به من إجراءات في الضفة الغربية على مدى عقود، وأيضا العملية الخاصة بغزة من شأنها محاولة تصفية القضية الفلسطينية وبالتالي القضاء على حل الدولتين. واقع الأمر أود أن أشير طبعا إلى أن ما قامت به إسرائيل في الضفة الغربية على مدى عقود هو نوع من إرهاب الدولة، لأن بناء المستوطنات على سبيل المثال، تهويد القدس، التمييز العنصري، الفصل العنصري، نزع الممتلكات، هدم البيوت، طرد السكان، القبض، الاعتقالات، حتى من جانب أطفال وقتل أطفال وأبرياء، كل هذه تدخل في إطار إرهاب الدولة. فإذا كانت حماس يعني متهمة بالإرهاب، فإسرائيل أيضا متهمة بإرهاب الدولة. وأنا أعتقد في هذا الإطار في القمة سيكون هناك رؤية، وأيضا من خلال الزيارة التي يقوم بها أمير دولة قطر ومعه حماس ومعه هنية وخالد مشعل، أعتقد سيكون هناك لقاء وتنظيم ولقاءات مع منظمة التحرير الفلسطينية ربما قبيل القمة حتى تنتفي صفة الإرهاب عن حماس، وتكون هناك نوع من المصالحة والتوافق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة على تفويت أي فرصة على محاولة إسرائيل وربما بشكل غير معلن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول على تصفية القضية الفلسطينية بدعوى أن حماس إرهابية وتمارس الإرهاب، وأن ما جرى في هذا الصدد كان في هذا الإطار، وإنما يجب أن يكون ننظر إليها في إطار أنها مقاومة مشروعة ضد دولة احتلال. أنا أعتقد أن القمة العربية بتنعقد عليها الأمال بشكل كبير في اتخاذ خطوات جادة وبناءة نحو وضع خريطة طريق تقوم على أساس وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستمر، إدخال المساعدات الإنسانية بشكل دائم ومستمر، حل القضايا العالقة في نفس الوقت سواء كانت الرهائن أو الأسرى أو غيرهم، ثم النظر في عقد مؤتمر للسلام يتعلق بإقامة الدولتين وإعادة البناء والإعمار، كل هذا في إطار فترة زمنية يتم التوافق عليها حتى لا يكون هناك مضيعة للوقت وكسب الوقت بوقف إطلاق النار وحل المشاكل العالقة والأوضاع الإنسانية، ويبدأ الحديث عن ما بعد غزة. سعادة السفير، يعني يقال أنه من لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه بتكراره، والمشهد في غزة الحقيقة ليه دلالات كتير جدا، وأعتقد أنه بقى واضح للجميع أنه الفريق الغربي بيدعم بعضه البعض حتى لو كان على باطل، لأنه بكل تأكيد بيحدث في غزة هو باطل. سؤال حضرتك هنا أو سؤال يمكن الشعوب العربية، متى يمكن أن نرى موقف عربي موحد؟ طبعا يعني السؤال بيتكرر كثيرا، والمسألة هي تتوقف على الحكومات العربية بمنتهى الصراحة. وكما أشرت أن هناك بعض الدول العربية للأسف الشديد ليست على المستوى المنشود أو حتى على مستوى ما تأمله شعوب الدول العربية بما فيها شعوب هذه الدول. هناك مواقف نأمل أن مؤتمر القمة العربي الحالي سينعقد قريبا يعني يكون مؤتمرا لوحدة الصف ووحدة الرأي ووحدة الرؤية ووحدة المواقف واتخاذ قرارات قوية في مواجهة هذه التطورات التي يجب علينا جميعا أن نتضافر معا في دعم هذا الموقف ودفعه، باعتبار أنه سيكون موقفا لا يمثل الحكومات العربية وإنما يمثل الشعوب العربية. صحيح. ويمثل الرأي العام الدولي
سواء ممثلا في الجمعية العامة أو ممثلا في المظاهرات التي اجتاحت العالم وما زالت تجتاح وبشكل متنامي ومتصاعد حتى داخل الولايات المتحدة والدول الغربية وإسرائيل كما أشرت. طب سعادة السفير، مع حرب غزة الأخيرة في متغير جديد فيما يتعلق ما يدور داخل الدوائر الإسرائيلية، سيناريو التهجير، وده كان من اليوم الأول في رفض مصري قاطع للتهجير لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو على حساب الأردن في الضفة الغربية، وفي توافق مصري أردني عربي، وشفنا بيان الدول التسعة بيرفض تماما فكرة التهجير كحل لفكرة الوطن البديل. هذا البند شايفه ازاي يا فندم في القمة التي ستنعقد غدا، والتوحد العربي وأهمية إيصال صوت عربي واحد يرفض مثل هذه السيناريوهات؟ أنا أعتقد أن مصر والأردن وبعض الدول، مصر والأردن بصفة خاصة، نجحت في وقت هذه الرؤية، التهجير القسري والنزوح القسري والعقاب الجماعي وتصفية القضية الفلسطينية منذ البداية. وكان موقف مصر في هذا الصدد واضحا جدا، بأن النزوح القسري والتهجير القسري هو نوع من الإبادة الجماعية، أيضا العقاب الجماعي هو نوع من الإبادة الجماعية، وبالتالي تم رفض كل هذه المقترحات. حتى الحديث عن بعض ما بعد غزة وإنشاء منطقة عازلة آمنة على جزء من الضفة الغربية، جزء من غزة، هذا أمر أيضا مرفوض، لأن المسألة أن هناك أراضي فلسطينية عليها شعب فلسطيني لا يمكن التفريط في أي شبر من هذه الأراضي، خاصة وأن هناك أراضي فلسطينية تم إنشاء مستوطنات عليها. فهذا الأمر مرفوض تماما، وأنا أعتقد أن الدول كثيرة في العالم، ربما أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية، ليست على هذا الرأي، وأنها اقتنعت تماما بالموقف المصري المحوري في التضامن طبعا مع الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، في أن ما بعد غزة هو أمر لا يجب بحثه على أساس أي مقترحات تنتقص من حق الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في أرضه كاملة. سعادة السفير، بالإشارة لدور المصري تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث طبعا مؤخرا في قطاع غزة، لو تخيلنا كده أنه مصر لم تضغط ولم تستخدم أدواتها الدبلوماسية، شكل الوضع الإغاثي والإنساني في قطاع غزة كان هيبقى عامل إزاي؟ كان إيه هيبقى الوضع؟ لا، هو وضع يكمن يعني وضع يعني منهار تماما، وضع غير إنساني، وضع لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال. ولولا الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بجميع محاورها بما فيها المحور الإنساني طبعا، لأن المحور الإنساني مصر ما زالت حتى الآن يعني كان ممكن حد يقوم بهذا الدور؟ لا، ما أعتقدش، ما أعتقدش حتى في القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي الدولة التي يعني تتولاها بكل قوة وبكل أمانة وكل صدق وبكافة الطرق والوسائل التي تحافظ على القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني. كل ما هو مطلوب من الدول الأخرى وخاصة الدول العربية ذات التأثير على مجريات الأمور الإقليمية والدولية، أن يكون موقفها على المستوى المنشود، على المستوى الذي يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى حقه في إقامة دولته، حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أنا أعتقد أن مؤتمر القمة القادم على ضوء ما ذكرته تنعقد عليه الأمال بشكل كبير جدا، وخاصة أن مصر عليها مسؤولية الاطلاع وتواصل الاطلاع بدورها المحوري الذي يؤكد على محافظة على حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته وإنهاء وضع دولة الاحتلال بشكل كامل، وأيضا أن يكون هناك دولة فلسطينية قائمة حتى يتم تسوية القضية الفلسطينية وكل ما يثير وأيضا الأمن وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. والحقيقة يعني يمكن هنا لابد أن نشير إلى ما تتمتع به إسرائيل من إمكانيات نووية، يعني هذا الأمر أعتقد سيكون ويجب أن يكون محل بحث في القمة، لأن كان هناك تهديد صريح صحيح واضح من جانب أحد الوزراء الإسرائيليين بإمكانية استخدام السلاح النووي.
وهذا التصريح يؤكد اولا انها تمتلك سلاح نووي، هي في نفس الوقت ليست موقعه على اتفاقيه منع الانتشار النووي، وهذا هذا التصريح يعني ان نيه الاباده الجماعيه موجوده، اللي هو اللي هي كانت واضحه فيما يتعلق بالتهجير القسري والنزوح القسري واتخاذ وطن بديل في مصر او في الاردن. كل هذه الامور اعتقد ستكون من النقاط التي ستبحث في القمة. صحيح. ويجب أن تبحث ويجب أن يكون هناك موقف واضح بشأنها. ده بيكشف كمان للرأي العام العالمي امتلاك يعني إسرائيل للقدرات النووية اللي بتنفي امتلاكها للقنابل النووية على مدى فترات طويلة من الزمن. هل ممكن نشوف كمان دعوات ما أو بنود ما تتحدث عن محاسبة إسرائيل؟ لأن احنا بنتكلم على جرائم يعني ترتكب بموجب القانون الدولي والإنساني، هي جرائم حرب بامتياز يعني. هل يمكن أن يكون هناك بنود ما، دعوات ما لمحاسبة إسرائيل؟ لأنه لن تمر إسرائيل أظن بفعلتها مرور الكرام. احنا نتحدث عن 10,000 شهيد سقطوا في شهر واحد. وطبعا هذه القضية الخاصة بالعدالة والمحاسبة، يعني هناك يعني أولا دور وتحركات من جانب منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الشأن، واعتقد ان هذا الدور سيتواصل فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، واعتقد ان حصل زيارة من جانب المحكمة الجنائية على مستوى رفيع، وكان هناك حديث وتصريحات في هذا الشأن وكانت بتؤكد على إدانة لإسرائيل. هناك أيضا منظمات إقليمية ودولية معروفة على المستوى الدولي والإقليمي وثقت هذه الانتهاكات وطالبت أيضا بمعاقبة إسرائيل. لكن أنا أعتقد في مؤتمر القمة يمكن لن يكون هناك تطرق لهذا الأمر، باعتبار أن المسائل العاجلة يعني ستبحث فيها، وهذا الأمر متروك لما بعد في مرحلة الحقيقة لكن خارج نطاق العربي، وإنما ممكن يكون في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بدعم عربي سواء في جنيف في لجنة حقوق الإنسان، سواء في المحكمة الجنائية الدولية، في الأمم المتحدة، لأن هذه هي الهيئات والمنظمات المعنية بمثل هذه الأمور. على أي حال سعادة السفير، يعني إحنا بانتظار طبعا مخرجات هذه القمة، القمة العربية الطارئة المقامة في العاصمة السعودية الرياض، نأمل أن تكون هذه المخرجات على قدر أوجاعنا بما يحدث في قطاع غزة وأهلينا في قطاع غزة، وأيضا تلبي يعني نداء ودعوات أهلينا في قطاع غزة. بشكر حضرتك جزيل الشكر السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا، نورتنا يا فندم، بنشكر حضرتك.